وجهها ده كفاية، أنظر وجهها ده شفاية، أطلب وجهها ده كفاية، أنظر وجهها ده شفاية. مش مستني يا ربي منك إلا سيرك وياي، مش مستني يا ربي منك إلا سيرك وياي. تحت ظلك نتواعد، نمشي معا ولا نتباعد، تحت ظلك نتواعد، نمشي معا ولا نتباعد. قلبي مريض بحبك ربي، ما بيشبع منه كفاية، قلبي مريض بحبك ربي، ما بيشبع منه كفاية، أطلب وجهك ده كفاية، أنظر وجهك ده شفاية، أطلب وجهك ده كفاية، أنظر وجهك ده شفاية. مش مستني يا ربي منك إلا سيرك وياي، مش مستني يا ربي منك إلا سيرك وياي. كل ما فيا بيشتاق لي جلسة عندي قدمي، كل ما فيا بيشتاق لي جلسة عندي قدمي. أحكي لك بشوقي وأنت تحكي بالروح جوايا، أحكي لك بشوقي وأنت تحكي بالروح جوايا. أطلب وجهك ده كفاية، أنظر وجهك ده شفاية، أطلب وجهك ده كفاية، أنظر وجهك ده شفاية. مش مستني يا ربي منك إلا سيرك وياي، مش مستني يا ربي منك إلا سيرك وياي. غنى وكرامة أعطتني، وقنية فخرة أغنتني، غنى وكرامة أعطتني، وقنية فخرة أغنتني. شبعا أنا مش طالب إلا أنت، أنت تاجي وهنايا، شبعا أنا مش طالب إلا أنت، أنت تاجي وهنايا. أطلب وجهك ده كفاية، أنظر وجهك ده شفاية، أطلب وجهك ده كفاية، أنظر وجهك ده شفاية. مش مستني يا ربي منك إلا سيرك وياي، مش مستني يا ربي منك إلا سيرك وياي. حب يسوع واضح معروف، حب ملاني وطردي الخوف، حب يسوع واضح معروف، حب ملاني وطردي الخوف، حبك دوا حقيقي موصوف، ملقى فيه كل حماية،
حبك دواء حقيقي موصوف بلقى فيه كل حمى. ارفع ايدك وصلي معايا، اطلب وجهك ده كفاية، انظر وجهك. ارفع قلبك اطلب وجه الرب معانا، اطلب وجهك ده كفاية، انظر وجهك ده شفايا. مش مستني يا ربي منك الا سيرك ويايا، مش مستني يا ربي منك الا سيرك ويايا. صليها معايا، حب يسوع واضح معروف، حب ملاني وطردي الخوف، حب يسوع واضح معروف، حب ملاني وطردي الخوف، حبك دواء حقيقي موصوف بلقى فيه كل حماية، حبك دواء حقيقي موصوف بلقى فيه كل حماية. اطلب معانا، اطلب وجهك ده كفاية، انظر وجهك ده شفايا. يلا اخر مرة مع بعض، اطلب وجهك ده كفاية، انظر وجهك ده شفايا. مش مستني يا ربي منك الا سيرك ويايا، مش مستني يا ربي منك الا سيرك ويايا. الرب يباركك يا اخ عماد صدقي. بنشكر الرب جدا جدا انه بيجمعنا مره تاني في وقت جديد عايز الرب ينعشنا فيه ويشجعنا فيه. نشكر رب لأجل قناة الكرمة لسبب بركة لكثيرين وكثيرات على كل مستوى العالم بتتبث. نشكر رب لأجل قناة الكرمة. كمان بشكر رب جدا لأجل الجمعيات وخاصة جمعية بني سويف والأيام اللي الرب رتبها بترتيبات إلهية علشان ينعشنا مرة تاني ويشجعنا مرة تاني. أنا بشجعك النهاردة تسمع الحلقة ديت، يعني بيشرفنا وبيسعدنا كتير جدا يكون معانا مرة تاني القسيس الفاضل رجل الله القسيس رفعت مجدي راعي الكنيسة الرسولية بخوم ومدرس في كلية اللاهوت. ربي باركك يا قسيس. وكمان معايا المرنم المحبوب أخويا عماد صدقي. بشكر رب جدا وقت مجيد. أنا عندي إيمان في دوت جدا إن الرب هيعمله النهاردة غير عادي. ارفع ايدك وقول للرب النهاردة النهاردة في تشجيعات، النهاردة في تكليفات إلهية، النهاردة الرب هيقول لك انت هتنتفض من النوم. خلاص ودعنا النوم في الحلقة اللي فاتت وعرفنا مخاطره وعرفنا الخسائر اللي خسروها الناس اللي ناموا. النهاردة هنشوف نموذج فريد، هنشوف واحد من ضمن الناس اللي الرب صحاهم وعمل في حياتهم أمور عظيمة. برحب بيك مرة تانية أسيس رفعت. أهلا بيك يا خجون، ومصدق أن الوقت اللي جاي دوا يكون وقت بركة. أشكر الرب كمان لأجل الجمعيات ولأجل قناة الكرمة، وحقيقي يعني جمعية خلاص النفوس هنا كمكان تابوت عهد بينقل حضور الرب لكل بيت ولكل نفس ولكل حد بيشاهدنا. مصدق ان الرب يدينا وقت مميز. اللي كمان بيشجعنا ان جمعيه خلاص النفوس يعني مش لطائفه معينه، لكن دي لكل الطوائف نتشجع فيها وتكون سبب بركه لخلاصك وتتبارك في كنيستك وتتبارك في مكانك. الحاجه المباركه جدا يا اسيس رفعت، امبارح في رد فعل جميل جدا من ناس كتير شاهدت الحلقه. الرب بارك ناس كتير وفوق ناس كتير من نومها. انا بشكر رب لاجلكم، كملوا معانا وصلوا معانا في بركات كتيرة النهاردة الرب بيعدها لينا. حيزك تمسك ورقة وقلم كده وتفتح معايا الشاهد ده، أستاذن القسيس نقرأ مع بعض الشاهد علشان نتابع مع بعض كلمة الله. هنقرأ مع بعض من سفر ملوك الأول أصحاح 19. سفر ملوك الأول أصحاح 19. هستأذنك من عدد واحد هنركز مع بعض. افتح ودنك كده وافتح قلبك، هيئ قلبك لطلب الشريعة ومع بعض هنقرأ مع بعض. وأخبر أخاب إيزابل بكل ما عمل إليه،
وكيف أنه قتل جميع الأنبياء بالسيف. فأرسلت إيزابل رسلا إلى إيليا تقول: هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد، إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا. فلما رأى ذلك قام ومضى لأجل نفسه، وأتى إلى بئر سبع التي ليهوذا وترك غلامه هناك، ثم صار في البرية مسيرة يوم حتى أتى وجلس تحت رتمة وطلب الموت لنفسه وقال: قد كفى الآن يا رب، خذ نفسي لأني لست خيرا من أبائي. واضطجع ونام تحت الرتمة، وإذا بملاك قد مسه وقال: قم وكل. فتطلع وإذ كعكة رطف وكوز ماء عند رأسه، فأكل وشرب، ثم رجع فاضطجع. ثم عاد ملاك الرب ثانية فلمسه وقال: قم وكل، لأن المسافة كثيرة عليك. فقام وأكل وشرب وصار بقوة تلك الأكلة 40 نهارا و40 ليلة إلى جبل الله، إلى جبل الله حريب، ودخل هناك المغارة وبات فيها. وبات هناك. أسيس رفعت، الرب شغلك النهاردة تتكلم عن شخصية يمكن من أروع الشخصيات اللي بنشوف فيها الطاعة والخضوع والتكريس والشركة. أعتقد ناس كتير النهاردة بتسمعنا، أرجوك من فضلك ركز معانا في الكلمات دي. نفسي أسيس قبل ما نخوض في أعماق في الشخصية دي، أدينا نبذة خاصة عن يعني حياة إيليا وعن بدايات هذا الشخص المبارك، شخص إيليا. حقيقي إيليا يعتبر هو بطل من الأبطال في الكتاب المقدس، وهو يعني معنى اسم هذا النبي إلهي يهوى، والصيغة اليونانية لي معناه إلياس. لكن إيليا نبي عاش في المملكة الشمالية، وفي أصعب وقت كان موجود أشر ملك أو ملك شرير، ومراته أشر منه اللي هو أخاب وإيزابل. وحقيقي إيليا عاش في تشبي، والمكان يعني اتولد تقريبا في تشبي وعاش في جلعاد. كان بيلبس المسوح، لكن إيليا اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة كان ليه يتميز بصفات رائعة جدا. فهو كان رجل الطاعة، وكمان كان هنتكلم عنه كرجل النهضة، وهنتكلم كمان عنه كرجل الصلاة. رجل الطاعة ورجل النهضة ورجل الصلاة. إيليا ده نوع يعني شخص فريد في كل الأمور دي. ففي الوقت ده كان في ملك شرير اسمه أخاب، ملك على إسرائيل 22 سنة. وفي ال 22 سنة دول الدنيا ضلمت، والناس كانوا بيعبدوا إله غير الرب، وكأنه بيقولوا ربنا ده مش موجود، وابتدوا يعبدوا الأوثان والبعل. لكن فجأة في ملوك الأول 17 يطلع لنا الشخص اللي إيليا، هذا النبي العظيم يطلع ويظهر فجأة على مسرح الأحداث وعلى مسرح التاريخ. وحقيقي يعني إيليا احنا ما نعرفش نشأ ازاي، ولا السبط من اي سبط من الاسباط، لكن بيظهر على مسرح التاريخ فجأة وهو بيواجه أخاب وبيقول له: حي هو الرب إله الذي وقفته امامه. فحقيقي إيليا رمز للطاعة لانه كان مطيع. مرة الرب يقول لإيليا: يا إيليا اذهب تراءى لأخاب، يقول له: حاضر يا رب. ومرة تاني الرب يقول له: يا إيليا اذهب اختبئ عند نهر كريس، يقول له: حاضر يا رب. فالراجل ده عرف ان للاختباء وقت وللظهور وقت. وعايز اقول ده كمان يمكن خدام الرب في الوقت ده ربنا بيقول لهم اختبئوا علشان يخبطوا حنطة، وجاي الوقت اللي فيه الرب هيقول له اذهب تراءى. لكن حقيقي يعني من اعظم الامور اللي فيه انه بيتميز بالطاعة. في كتير في كلمة الله ورجال الله كتار جدا المطيعين، يعني لما نشوف تكوين 22 بيكلمنا عن واحد مثال في الطاعة اللي هو إبراهيم. صحيح. يقول: وحدث بعد هذه الأمور إن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم. فقال:
هأنذا، فقال خذ ابنك وحيدا. ابنك يعني الابن، احنا عارفين الابن غالي طبعا، الابن غالي طبعا، يعني فلز كبده. خذ ابنك وحيدا كمان، يعني الابن الوحيد، يعني لو عنده زي يعقوب 12 ولد زي بعضه، لكن انت عارفه وحيد. لكن كمان يقول له ايه؟ الذي تحبه. يا رب يعني انت عارف ان ابني، وعارف ان وحيدي، وعارف ان انا بحبه. يقول له اه، ويسموه له اسحاج. اسحاج، واذهب الى ارض المرية واصعده هناك محرقة. يعني ايه محرقة؟ ذبيحة محرقة. يعني هتاخد اسحاج وفي الوقت ده هتذبح ابنك، وذبيحة المحرقة بيعملوا كده، ياخد ابنه ويذبحه ويفتح احشائه، يطلع احشائه ويقطعه قطع ويحطه على المذبح ويولع فيه. صعب يا رب، صعب. يعني انت عايز تاخد ابني، خده بالطريقة يعني اللي ترضيك، زي ما خدت أولاد أيوب العشرة، لكن بالطريقة دي صعب جدا. لكن كمان يقول له خذ ابنك وحيدك واصعده محرقة. أنا كنت أتوقع أن إبراهيم يتردد، لكن صحيح. يقول العدد اللي بعده فبكرة. والفاء دي فاء السرعة. صحيح. أطاع. يا إبراهيم أنت مستعجل على ابنك على إيه؟ يعني انت طالع بيه رحله ولا مؤتمر ولا رايح تقدم له في الجامعه الامريكيه؟ ده انت رايح تعمل امر صعب جدا. صحيح. لكن يقول انا هطيع الرب، وكانه بيقول ان الطاعه المؤجله عصيان حالي. صحيح. الطاعه المؤجله عصيان حالي. يمكن المشاهد اللي بيسمعنا، ربنا مكلفك بامر فعايزك تطيع، وما احلى ان نمتلئ بالطاعه. افتكر مره خادم من خدام الرب الحلوين، هو من الصعيد بس قاعد في القاهرة، ففي يوم من الأيام كان رايح علشان ياخد نهضة في بلد في سوهاج. وبعدين الخادم دوا راح محطة القطر علشان يركب، فراح يحجز، ملقيش حجز، ملقيش تذكرة، قال أنا مضطر إن أنا أروح النهضة. دخل القطر في الوقت دوا العادي، ولقي الدنيا كلها زحمة، والكراسي مليانة، والطرقات مليانة، والأرفف مليانة. رفع قلبه وقال يا رب أنا لو وقفت من هنا لغاية سوهاج رجلي هتتدمر، أعمل إيه؟ صحيح. ففي حد شاب قاعد قال له عمه تعالى أقعد مكاني هنا. قعد وشكر الرب، ابتدى القطار يتحرك، عدى على بني سويف، زحم أكتر، عدى على المنيا، اتملى أكتر في كل مكان. صحيح. وقبل ما يدخل القطار على محطة أسيوط، صوت جوه الخادم يقول له رنم. يقول له أرنم؟ أرنم إزاي يا رب في وسط القطر وكل الناس موجودة؟ يقول له رنم، وهو أصلا يعني مش ملوش في الترنيم. يقول له رنم وقول ترنيمة تعالوا تعالوا يا تعابة من العالم الحزين، تعالوا خدوا السعادة من فاد العالمين. يقول له رنم، قال قعدت أقاوم الصوت، وفضل 10 دقايق وندخل أسيوط على محطة أسيوط. قال ما قدرتش أقاوم الصوت اللي جوايا، قال انفجرت في وسط القطار وابتديت أقول تعالوا تعالوا يا تعابة من العالم الحزين، تعالوا خدوا السعادة من فاد العالمين. قال خلصت والقطار وقف على محطة أسيوط، بس قال على كم التريقة والتعليقات والاستهتار اللي أنا سمعته، اللي يقول لي أحسنت، واللي يقول لي قاعد، واللي يقول لي أنت مفكر نفسك فين. قال في الوقت دوا حطيت وشي في الأرض من محطة أسيوط إلى محطة سوهاج، وأنا جوايا عتاب شديد جدا ولوم للرب، وأنا بقول له ليه تحطني في الموقف المحرج ده؟ ليه تعمل معايا كده؟ قال ونزلت في سوهاج خدمت وخدت الخدمة بتاعتي، وبعد فترة نازل راح ياخد نهضة في أسيوط، وبعد الاجتماع يفاجئ يلاقي شاب جاي يسلم عليه ومبسوط، يقول له على فكرة أنا ابنك في الإيمان وقبلت الرب علي ده. قال له ازاي؟ فرح جاي وقال له كنت بوعظ فين؟ قال لا ما كنتش بتوعظ، انت كنت بترنم. فهو يعني صعيدي ده محامي. قال له يا ولدي ده انا عمري ما وقفت على منبر ورنمت. قال لا كنت بترنم في القطر الفلاني الترنيمه الفلانيه وانت بتقول تعالوا تعالوا يا تعالوا، فكروا بالترنيمه والوقت. قال له اسمع اللي حصل معايا، انا كنت راجح في الوقت ده من القاهره وتعرضت لخسارة كبيرة جدا، خسرت كل اللي ورايا وكل اللي قدامي، الدنيا سودت في عيوني، فكرت لازم أنتحر وأنهي حياتي، قلت أنتحر قبل ما أدخل على أسيوط
عشان ارمي نفسي تحت عجلات القطار فاهلي يقدروا يعصروا على الجثه في الوقت ده. صحيح. تبقى قريب في الوقت ده. قال كنت واقف على باب القطر وانا في بستعد علشان ارمي نفسي تحت عجلات القطر وسمعت صوت من جوه القطر بيقول تعالوا تعالوا يا تعابة من العالم الحزين، تعالوا خدوا السعادة من فادي العالمين. قال في الوقت دوا سمعت الترنيمة ولقيت القطر وقف على محطة أسيوط. نزلت المحطة ومشيت في شوارع أسيوط وأنا بعيط وبقول للرب أنت لسه باقي عليا، أنت لسه بتحبني، حياتي من النهاردة هديها لك وخسارتي هرميها عليك. وقف يبكي الخادم في الوقت ده وقال قد ايه كنت هبقى عاصي لو انا ما طعتكش. فعايز اقول النهارده يمكن المشاهد اللي بيسمعني ومش صدفه انك تقعد في الوقت ده قدام التلفزيون او تفتح النت لكن وتتفرج علينا، لكن الرب مكلفك بامر ومكلفك بمأموريه فعايزك تتممها. واسمع العباره دي، ان الطاعه المؤجله هي عصيان حالي. طيع الرب وينبغي أن يطاع الله أكثر من كل الناس. صراحة كلمات جميلة جدا جدا جدا. أنا معرفش أنت مركز يا اللي بتسمع ولسه لحد دلوقتي بتتوانى في طاعتك للرب. نفسي أخويا عماد في ترنيمة حلوة كده بتقول يا سيدي أنا بحبك. وعلى فكرة وأنت بتقول له أنا بحبك، اللي بيحب بيطيع، اللي بيحب إن أحبني أحد يحفظ كلامي، يطيع كلامي، يقول لي حاضر. يا رب النهاردة نعلن محبتنا للرب. يلا يا أخوي عماد عايزين نفرح بالرب. يلا نفرح مع بعض. يا سيدي أنا بحبك، أسجد أمام شخصك وبقدم لك حياتي وعمري تحت أمرك. يا سيدي أنا بحبك، أسجد أمام شخصك وبقدم لك حياتي وعمري تحت أمرك. دي العبودية معاك حرية، والحرية من غيرك عبودية. دي العبودية معاك حرية، والحرية من غيرك عبودية. بتمسك بيك أنا روحي فيك، بتمسك بيك يا سيدي أنا روحي فيك، واهتف وأقولك يا سيدي أنا بحبك، يا سيدي أنا بحبك. أسكت أمام شخصك وبقدم لك حياتي وعمري تحت أمرك. يا سيدي أنا بحبك، أسكت أمام شخصك وبقدم لك حياتي وعمري تحت أمرك. لما تقول يا ابني وتنادي علي قلبي يفرح بيك واشعر برضاك عليا. لما تقول يا ابني وتنادي عليا قلبي يفرح بيك واشعر برضاك عليا. واجري عليك وقبل ايديك، اجري عليك يا سيدي وقبل ايديك، واغني واقولك يا سيدي انا بحبك، يا سيدي انا بحبك. اسجد امام شخصك وبقدم لك حياتي وعمري تحت امرك. يا سيدي انا بحبك، اسجد امام شخصك وبقدم لك حياتي وعمري تحت. يلا مع بعض. لما انظر اليك بشوف غلاوتي في عينيك، يدوب قلبي فيك وهدفي ان ارضيك. لما انظر اليك بشوف غلاوتي في عينيك، يدوب قلبي فيك وهدفي ان ارضيك. لما انظر اليك بشوف غلاوتي في عينيك، يدوب قلبي فيك وهدفي ان ارضيك. يسبيني جمالك يغمرني حنانك، يسبيني جمالك يا سيدي يغمرني حنانك،
ودوما اقول لك يا سيدي انا بحبك، يا سيدي انا بحبك، اسكت امام شخصك وبقدم لك حياتي وعمري تحت امرك، يا سيدي انا بحبك، اسكت امام شخصك وبقدم لك حياتي وعمري تحت امرك، دي العبوديه معاك حريه والحريه من غيرك عبوديه، دي العبوديه معاك حريه والحريه من غيرك عبوديه، بتمسك بيك يا انا روحي فيك، بتمسك بيك يا سيدي انا روحي فيك، واغني واقول لك يا سيدي انا بحبك. هذا المثال العظيم مثال شخص ربنا يسوع المسيح، واحنا بنتامل في شخصيه ايليا. ايليا مجرد شعاع بس من النور الحقيقي المطيع الحقيقي اللي قال عنه الكتاب وقال عنه بولس الكلمات دي، اطاع حتى الموت، موت الصليب. وانت يا قسيس بتكلمنا عن شخص زي ايليا يقول للرب حاضر في كل الاوامر اللي الرب امره انه يتحرك ناحيتها، حتى ان كانت الاوامر دي غريبه او صعبه او مستحيله على 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 شخصيه ايليا او على طباع اليهودي. فنفسي يا قسيس كده يعني تدينا يعني فكره عن كل مأمورية كده من المأموريات الثلاثه دي. يعني من ضمن صفات هذا الرجل هو رجل الطاعه، فاول مأمورية اتكلم بيها ايليا كان في سفر الملوك الاول. أيوة. اصحاح 17 عدد تمام. واحد لما الرب يقول له الكلام دوا، اذهب تراءى لاخاب. طب هروح لاخاب دي يا رب الاشر ملك في الوقت دوا؟ أيوة. يقول له انا عايزك تروح للمجلس ده. طب اقول له ايه؟ يقول له قول له الكلام ده، لا يكون طل ولا مطر الا عند قولي. يعني ربنا هيكفل السماء، ولما ما يبقاش في مطر النباتات هتموت. صحيح. والبهائم هتموت. صحيح. مأمورية صعبة جدا. لكن إيليا أطاح فيها. دي ما جبت منين القوة دي وجبت منين الشجاعة دي إيليا علشان تروح تواجه ملك بالطريقة دي؟ يقول جبتها من تواجدي في محضر الرب. أتار اللي يعرف يتواجد في محضر الرب يمتلك شجاعة غير عادية، يمتلك شجاعة غير عادية، حتى لو كان زي إيليا أو يعني الوقت ده 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 مأمورية صعبة، ده ملك شرير والمملكة كلها بتتبعه، أروح أقف وأقول له الأمر ده موضوع صعب جدا. صعب يعني فعلا. ده بيفكرني برضه بداود لما في يوم من الأيام رايح يودي أكل لإخواته، وهو رايح يودي أكل لإخواته بعدين شاف الناس والملك واحد طول بعرض بارتفاع جلياط بيعير في صفوف الله وبيعير في الملك في الوقت ده. فداود في الوقت دوا الشعب كله خايف، وشاول خايف، والجيش خايف، فداود امتلك شجاعة غير عادية، يروح للملك يقول له أنا أحارب الفلسطيني الأغلف. وعايز أقول للمشاهد لما نمتلي بالإيمان، الإيمان ما يخليناش نعمل من القصة قصص أو نعمل زي ما بيقولوا من الحبة جبة، لكن الإيمان يصغر المشكلة، وده اللي حصل مع داود في الوقت ده. داود يقول على جلياط ده فلسطيني أغلف. طب يا داود لو انت معتبر ان جلياط ده فلسطيني اغلف، اطلع عليه بسيف، اطلع عليه برمح، لكن ده طلع له بايه؟ بعصايا وخمس زلطات، لدرجه ان جلياط يقول له الكلام ده، لعل انا كلب حتى عشان جايين لي بعصايا وخمس زلطات، يقول له كده، يعني هو ما قالهاش بس فيما معناه، ده انت ما حصلتش الكلب، ده اليوم يحبسك الرب في يدي، وكأنه عبارة عن عصفور صغير. ملاحظ الإيمان بيعمل إيه؟ بينزل بيه من فلسطيني أغلف لبعدين لأسد لدب، بعدين يقول له أنت عصفور، بعدين يقطع رجب الجلياط ويقف فوق جلياط. هو ده الإيمان. يقول الكتاب بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف. تمام. تقوموا من ضعف، هزموا جيوش غرباء. فهو ده الإيمان،
أنا أتمنى النهاردة لو أنت جواك خوف تمتلئ بالإيمان ده وتصلي والرب يديك إيمان وتقول له يا ربي أعطني إيمان لأرى ما لا يرى، يرى المستحيل قد صار واقعا. الأمور الصعبة اللي زي جلياط، الأمور الصعبة اللي زي أخاب أروح أواجهها وأقول لأخاب اليوم أو لإيليا اليوم لا يكون طل ولا مطر، لا يكون طل ولا مطر، أقول له كمان زي ما قال داود لجلياط اليوم يحبسك الرب في يدي باسم الرب يسوع المسيح. كل أمور أنت خائف منها النهاردة تتشدد مرة تاني. آمين. في آية أحب أبعتها لك وأسيبها لك بتقول قولوا لخائفي القلوب تشددوا. ربنا يشددك النهاردة يا رب. حتى لو قوتك خارج، حتى لو ضعفت تتشدد مرة تاني وتروح تواجه أخاب في الوقت ده. أيوة تقول إن كان علي أنا ضعيف، إن كان علي أنا خايف، إن كان علي أنا ما عنديش إمكانيات، لكن عايزك تتمتع في الوقت اللي جاي بقوة غير عادية وبالحماية الإلهية وتقول الكلام دوا. الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. أقول للرب وملجأي، هو الملجأ بتاعك، هو الحصن، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى، يسقط عن جانبك ألف وعن يمينك ربوات. واسمع الكلام دوا، حتى لو في مؤامرات ومخططات شيطانية ضدك وضد بيتك، لكن عايزك تصدق النهاردة إن في حماية إلهية، والكتاب بيقول لا تدن ضربة من خيمتك. بيتك في أمان، أولادك في أمان، ممتلكاتك في أمان، بس في الوقت دوا ارجع مرة تانية وطيع الرب في الأمر اللي عايز يكلفك بيه. في طاعة الرب أمان وحماية طبعا. يعني هل الرب لما يقول يكلف إلي بتكليف معين بمواجهة أخاب مش هيعمل الحماية والحراسة الإلهية حوالين الراجل بتاعه والخادم بتاعه وهو رايح يواجه أخاب؟ أنا نفسي أقول لمشاهد يمكن يكون بيسمعنا دلوقتي، واجه الأمر اللي الرب بيقول لك واجه، واجه القصة اللي يمكن تكون مش عارف تواجه الأمر دوت وعمالة تأجل في مواجهات في حياتك وحاسس ان الأمر دوت عمالة تتخاذل فيه وحاسس كده. مرات كتيرة بسبب عدم المواجهة حاجات كتيرة جدا بتتأخر في حياتنا. لكن الراجل ده إيليا البطل ده لما رب قال له روح واجه أخاب، روح اقف قدام هذا الملك الوثني. وانا النهاردة بقول لك واجه الأوثان والأصنام اللي في حياتك. في أصنام يا أسيس، في ناس كتير الأصنام مش بس إن أنا أعبد تمثال، ولا أنت مش متفق معايا في الكلام ده؟ ده حقيقي. يمكن الأيام دي في بلادنا ما فيش تماثيل حرفية، لكن في أمور أنا مستعبد ليها. بلغة بطرس ما أنغلب منه فأنا مستعبد له. لكن هذا البطل إلي اللي حضرتك كنت بتكلم عنه قال الكلمات دي، أنا هروح أواجه هذا الملك الذي يعني هو الملك اللي كان المفروض بيعمل إيه، بيرعى العبادة الوثنية دي. فبنعمة الرب يسوع وانت مركز معانا دلوقتي ركز كويس يا أسيس. انت قلت أول حاجة ان أول مأمورية قال له روح للملك، اذهب تراءى لأخاب، لكن تاني حاجة قال له اذهب اعمل إيه، اختبئ، اختبئ عند نهر كريث. نهر كريث، ايه اللي حصل بقى في القصه دي؟ قال له اذهب اختبئ عند نهر كريث، دي المأموريه الثانيه. انا هناك امرت الغربان انها تعولك، وعايز اقول دي مأموريه صعبه. اتفضل. لما يقول له كمان روح اقعد عند النهر، يا رب هقعد عند النهر، يقول له وهبعت لك الغربان هي اللي تعولك. فالمأموريه صعبه، عند النهر هناك الافاعي، هناك الحياة، هقعد هناك، يقول له روح اقعد عند النهر وانا امرت الغربان انها تعولك. موضوع صعب ده، كلام ما يدخلش العقل. الغراب، الغراب يا رب اللي تاريخه مش مشرف في الكتاب، اللي من بداية ايام نوح لما يقول الكتاب خرج الغراب ولم يعد، هو اللي هيعول إلي؟ موضوع صعب. صعب يعني موضوع ما يدخلش العقل. بس عايز اقول كمان ان الايمان مش ضد العقل، علشان الناس اللي بيشككوا في معجزات الكتاب المقدس، اللي بيشكك في معجزات الكتاب المقدس بيشكك في وحي الكتاب المقدس. صحيح. الإيمان مش ضد العقل، لكن الإيمان أعلى فوق وأسمى من العقل. صحيح. يعني العقل يقول إن أسوار أريحة مش هتسقط، ما تتهدش. صحيح. لكن الإيمان يقول إن الأسوار ستسقط. صحيح. العقل يقول إن العصايا اللي في إيدين موسى مش هتعمل أي حاجة، لكن الإيمان يقول إن العصاية هتشق البحر وتفتح في البحر طريق. العقل يقول لإستير ومردخاي الموضوع انتهى،
وخلص من ايديك والملك مضى، لكن الايمان يقول ان سكت سكوتا يأتي الفرج والنجاه من مكان اخر. فانا اعرف اله اسمه اله المكان الاخر، له في الموت مخارج، له في الموت مخارج. يقول له روح اقعد عند الله، انا امرت مش غراب. هي تفرق لو قال له غراب؟ اه طبعا تفرق كتير. ما لو قال له الغراب يعني كانه هيعلم الغراب ده غراب كبير او صغير، ويحط عينه على غراب واحد يفضل مستنيه. لكن يقول له الغربان عشان ما تحطش عينك على غراب واحد. وانا عايز اقول لك صدقني وانت بتسمعني، في امرك في ورقك في المواضيع المتعطله ربنا يسخر غربان بلغه الكتاب تعولك وتتمم لك الامر دوه. يقول له امرت الغربان، ويروح يقعد الي هناك عند النهر، يقعد سنه ونص. سنه ونص يعني الغراب كان بيجيب له ايه؟ يعني خبز ولحم صباح وخبز ولحم مساء. يعني السنه ونص دول تقريبا ب 547 يوم، يعني كان بيجيب له في اليوم وجبتين، يعني جاب له 1095 وجبه. 1095 وجبه عجب يا رب. الغراب يجيب لي ايليا 1095 وجبه، هو ده الهي. يبعت خبزي ويا الغراب، ويبعت خبز ويا الغراب. لكن عايز اقول في ناس بيحاولوا، يعني مدرسه النقد الاعلى بيقولوا الكلام ده، ان هي مش الغربان لكن دول العرب اللي كانوا بيعولوا ايليا. لكن الكتاب لما يقول الغربان يبقى الغربان، الكتاب لما يقول الغربان يبقى الغربان. ولو العرب زي ما انت بتقول ان هم اللي كانوا بيعولوا ايليا، طب الوقت دوا كان وقت مجاعه، هيجيبوا له خبز ولحم صباح منين وخبز ولحم مساء منين؟ وما عندهمش غير نوع الطعام دوه. بعدين الملك كان بيفتش على ايليا باجتهاد رهيب علشان ما فيش حد هيروح يفشي السر. لكن لما الكتاب يقول الغربان يبقى الغربان. فعايز اقول قعد ايليا سنه ونص يشرب من النهر والغربان بتعوله بخبز ولحم صباح وخبز ولحم مساء. لكن الكتاب يقول الكلام ده في عدد 7، وكان بعد مده من الزمان ان النهر عمل ايه؟ يبس. النهر جاف، اللي معتمد عليه النهر يبس. عايز اقول النهارده يمكن كان في انهار في حياتك بتتكل عليها او مستند عليها او معتمد عليها، الانهار دي جفت. بس عايز اقول لك النهارده الله عايز يعلمك درس، انك تتكل اتكال كلي على الرب. وقال له كده المختبر يتكل عليك العارفين اسمك. اوعى تتكل على حد من الناس حتى ان كان رتبته ايه، ان شاء الله يكون ملك. عايز اقول في الكتاب في نبي حلو من الانبياء الكبار كان متكل على ملك، نبي ده اسمه اشعيا، متكل على ملك اسمه عزية. ونساله رايح فين يا اشعيا؟ يقول انا رايح عند عزية. جاي منين يا اشعيا؟ يقول انا جاي من عند عزية. مين اللي موكلك ومالي بيتك خير يا اشعيا؟ يقول لك ربنا يخليهولي الملك عزية. لكن في يوم من الايام جاله خبر هز كيانه، قال له البقيه في حياتك يا اشعيا. عزية عمل ايه؟ مات. عزية مات، هتعمل ايه يا اشعيا؟ قال اعمل ايه؟ خد بعضه حزين متضايق، دخل على الهيكل، قال بس اول ما دخلت هناك قال رايت السيد جالس على كرسي عالي. ده اللي اعلى من عزية، واللي عنده تمويل اكتر من عزية، واللي يفرط يمينه يشبع كل حي رضا. بس الرب النهارده عايزك تتكل عليه، اوعى تتكل على حد غير الرب. قال له المختبر كده اللي اتكل عليه، كنت فتى والان شيخ، لكن لم ارى صديقا تخلي عني، ولا ذرية تلتمس خبز. الأجبال احتاجت وجاعت، أما طالبيه فلم يعوزهم شيء. ونجح إيليا في هذه المؤمورية، وراح اختبى عند نهر كريت هذه الفترة من الزمان. مرنم بيقول سلم للرب طريقك وهو يجري، إلق على الرب همك وهو يعولك. أنا معرفش إيه اللي أصابك بالهم، وبصراحة أنا قلبي معاك ياما ناس في ظروف يا أسيس محبوسة طبعا، ظروف مقفلة، ويمكن ما تعرفش الفرج أو النجاة جايين لك منين. بس عايزك النهاردة تركز في الترنيمة اللي جاية دي مع أخويا عماد. أوعى أوعى تنسى إني معاك، مش أنا، لا أنا ما انفعكش، أمال مين اللي معايا؟ اللي قالها أنا معكم
كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. عايزك تتشجع النهاردة، اللي أمرك تروح في المكان ده هيعولك في المكان ده. نعم. اللي أمرك تروح عند نهر الكريس هو ده الشخص العظيم القدير المتكفل بيك، صدق هيعولك، اهتم بيك، اوعى تنسى اني معاك. اوعى تنسى اني معاك طول اليوم عيني بتراك، اوعى تنسى اني معاك طول اليوم عيني بتراك، نقشتك يا ابني على كفي علشان كده يا ابني ما تخافش، نقشتك يا ابني على كفي علشان كده يا ابني ما تخافش، ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما تخافش، وعودي لك انا ما رجعش، وعودي لك انا ما رجعش، وعدتك يا ابني احميك سلامي ليك، وعدتك يا ابني أحميك وفي خوفك سلامي ليك، وفي ضعفك نعمتي تكفيك، وفي مرضك أنا اللي شفيك، وفي ضعفك نعمتي تكفيك، وفي مرضك ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما تخافش، وعودي لك انا ما رجعش، وعودي لك انا ما رجعش، انا سندك وسط الازمات، انا رفعك فوق الضيقات، انا سندك وسط الازمات، انا رفعك فوق، صدق واعلن معانا هيعوض، وعوض عن اللي فات، ده انا اله المستحيلات، وعوض عن اللي فات، ده انا اله، قولها بايمان تاني، هيعوض عن اللي فات، وعوض عن اللي فات، ده انا اله المستحيلات، ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما تخافش، وعودي لك انا ما رجعش، وعودي لك انا ما رجعش، انا جاي لك على السحاب، استناني مع الأحباب، أنا جاي لك على السحاب، استناني مع الأحباب، هنسيك أرض الأتعاب، تلقى الراحة بيت الآب، هنسيك أرض الأتعاب، تلقى الراحة بيت الآب، هنسيك أرض الأتعاب، تلقى الراحة بيت الآب، ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما تخافش، وعودي لك أنا ما رجعش، وعودي لك أنا ما رجعش، في وعودي لك أنا ما رجعش. يا أسيس بعد إذنك أنا نفسي نعمل حاجة،
نفسي نصلي لأجل كل الناس اللي بيسمعونا واتضروا أضرار مادية، يمكن تكون خسرت خسائر كبيرة جدا في الوقت اللي فات والوقت الصعب اللي بتمر بيه بلادنا. بصراحة في ناس مرت بضيقات مادية غير عادية، في ناس بتشاهدنا دلوقتي يمكن تقول الناس دي مش حاسة بينا. أنا عندي إيمان وأنت بتسمعنا دلوقتي الرب عنده تدخلات معجزية. حد يقول أمين؟ أمين. في اسم الرب يسوع. أمين. الرب هيدخل في مشكلتك الصعبة العويصة. أمين. في ديونك وفي قروضك، في الحاجات الصعبة، في الحاجات اللي أنت شايف إنها مستحيلة. يا أسيس ارفعنا في صلاة وبص كده حضرتك كل الناس النهاردة اللي بيشاهدونا، اللي تعبانين، اللي عندهم ظروف، اللي شايل الهم، اللي في قلبه أمور صعبة مش عارف يبوح بيها حتى الأقرب الناس ليه، تعال للرب، إلقي على الرب همك وهو يعولك. تعالوا نرفع أيدينا ونصلي مع الأسيس رفعت. نعم يا ربي، احنا بنتحد وبنصلي في الدقائق دي باسم الرب يسوع المسيح. لكل حد الان بيسمعنا، انت الاله القدير العظيم يا رب، اللي ليك في الموت مخارج وبتخرج من الاكل اكلا ومن الجاف حلاوه. انت اله التعويضات يا رب، بنصلي باسم الرب يسوع المسيح لكل حد خسر، لكل حد يا رب عنده مشاكل وامور صعبه والدنيا متعطله، انت اله قدير وعظيم. اوصل للناس دي يا ابن الله الحي بلمسات حيه، ارجع يا رب واسندهم مره تاني بمساند النعمه الالهيه، ويستندوا عليك ويقولوا كده ان عصاك وعكازك يعزياني. يا رب شجعهم، طمنهم، انا مصدق انك تكمل معاهم المشوار والمسيره يلي قلتها، انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر، مش هتتخلى عنهم باسم الرب يسوع المسيح. بنصلي لكل اللي ضاع يرجع، لكل امر اتسلب من حياتهم يرجع باسم الرب يسوع المسيح. بنصلي كمان لكل حد يا رب في عنده تعب، عنده كورونا، عنده مشكله في المستشفيات، في العنايه المركزه، اعمل زيارات في الوقت دوا وتحرك بحضور الهي قوي يا ابن الله الحي. يا رب انا مسدد من النهارده تصنع معجزات مع هذا الناس وتخرجهم من بوتق التجربه باختبار رائع في الوقت اللي جاي، وهتطلعهم وهيقولوا الكلام ده ان بسمع الاذن قد سمعنا عنك، اما الان فقد راتك عيناي. مصدق باسم الرب يسوع المسيح. كل حد عنده امراض كمان صعبه باسم الرب يسوع، مرر لمسات شفاء ولمسات ابراء يا رب، واطلق شعبك حر وصحتهم تنبت سريعا باسم المسيح يسوع، ولك كل المجد. امين امين, آمين. آمين, آمين آمين. أنا عندي إيمان الوقت الحلو بيجري بسرعة يا أسيس، خد بالك طبعا. على فكرة بصدق أقول الصدق في المسيح، الرب بيلمس ناس دلوقتي، أنا مصدق فيك، وهيتدخل في حياة ناس عندهم مشاكل مادية غير عادية. الرب هيقلب الخسارة المكسب. صدق في الرب، حط الرب في المشهد، اعترف للرب بالأمر اللي أنت يمكن تكون مزعله فيه، يمكن يكون الشغل خدك، يمكن يكون الأيام اللي فاتت الرب عنده كلام ليك. يا أسيس عايزين نرجع للكلام الرائع اللي احنا بدأنا به. المأمورية الأولى قلنا اذهب، اذهب واجه أخاك. المأمورية الثانية اذهب اختبئ في عند نهر كريس، عند نهر كريس، وأمرت الغربان أن تعول تعول. الأمر الثالث يا أسيس، الأمر الثالث والمأمورية الثالثة، ودي يمكن أنا بالنسبة لي أصعب من المأمورية الأولى والثانية. صعب صعبة جدا. المأمورية الثالثة يقول له اذهب إلى صرفة، في ملوك الأول 17 عدد 8 يقول له اذهب إلى صرفة التي لصيدون. طب المرة دي هروح هناك إزاي؟ قال له اذهب إلى صرفة التي لصيدون، أنا أمرت امرأة تعولك. ودي كانت مأمورية صعبة. إيليا ده كان نبي شرقي، يعني كان عنده كمان هيروح للأمم، ده كان عنده عنجهية دينية. والحاجة الثانية يعني نبي شرقي يقول أروح أقعد عند واحدة ست، كان يقدر يتحجج بكذا حاجة أو يعمل أي مبرر، يقول له أروح أقعد عند واحدة ست يا رب تعوني، بدل ما أنا أقولها أرملة تعوني، يعني أنا راجل طول بعرض زي ما بيقولوا، كتفي يدور على الصارة، بدل ما أنا أعولها هي تعوني. فالمأمورية كانت صعبة لأنها أول حاجة امرأة، امرأة. طب زي بعضه يمكن يقول له امرأة وجبناها، يعني بس خلي زوجها يكون عايش زي المرأة الشنامية وتستر فيها، لكن يقول له امرأة. والحاجة الثانية يقول له أرملة. أرملة
يا رب هروح عند واحده امراه وارمله، طب ماشي انا قبلت ده، بس خليها ارمله يعني تكون غنيه، جوزها يعني متريشه، جوزها مات وساب لها تركه هتعول، لكن ونعيش منها احنا الاثنين، لكن يقول له امراه وارمله وحالتها ايه؟ فقيره، ما عندهاش حاجه غير دهنه زيت وشويه دقيق، يعني موضوع صعب. لكن اللي اصعب من كده كمان يقول له امميه، ساكنه فين طيب يا رب المراه دي؟ يقول له في صرفه التي لصيدون، ما عارفين يعني صرفه صيدون دي بلد ابو ايزابل، بلد ابو ايزابل، واحنا عارفين yeah. شده العداوه في الوقت ده بين اخاب وبين ايليا، فهروح في البلد دي صعب. والحاجه يعني لا ربنا قال له الست دي موجوده في اول البلد ولا في اخرها، طويله ولا قصيره، انا لو من ايليا اقول له يعني انا هروح ادور على ابره في كوم جش يعني، لكن ايليا اطاع، خد بعضيه وراح. واول ما دخل البلد لقى واحده ست بتقش عدان قش، قال لها اديني شويه ميه، عطته كتفه ولسه رايحه تجيب الميه، قال لها وكمان كسره خبز، قالت له حاجه الا كده الا كده، انا ما عنديش غير شويه دقيق ودهنه زيت اكلهم انا وابني واعمل ايه؟ واموت. في ناس متوقعه موت زي الست دي، في ناس متوقعه مجاعه، في ناس متوقعه الدنيا هتتقفل، لكن عايز اقول لشعب الرب احنا متوقعين خير الرب. وعايز اقول كمان يعني العباره دي انا بحب العباره دي ان فيها خير، والكتاب بيقول قول للصديق خير، خير، قول للصديق خير. يمكن تقول لي خير ايه اللي انتوا بتتكلموا عنه في الظروف الصعبه دي السوداء، خير ايه؟ لكن عايز اقول صدقني المتالم سال سؤال في مزمور 4 وقال من يرينا خير، ده سؤال المتالم، لكن المعلم يجاوب عليه في اشعياء ويقول قولوا للصديق خير وانما خير ورحمه يتبعانني كل ايام حياتي. فسدد امورك اللي انت بتمر بيها وبتشتاس فيها في الوقت ده، إلهك هيحولها للخير. صحيح. وهيطلعك كده وتقول زي ما قال يوسف: أنتم قصدتم بي شر، لكن الرب قصد به خير. هيطلعك وأنت بتقول: ونحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير. تأكد حتى لو إشاعات، تقارير طبية، أمور صعبة جدا في حياتك، إلهك هيفاجئك بالخير. تقول لي: بس ده شر اللي أنا فيه، خير إيه؟ خير اللي انتوا بتتكلموا عنه انت، لان مشكلتك باصص تحت رجليك، بس الرب شايف لك لقدام ان الامور فيها خير. وافتكر يعني القصه دي ممكن اوضح بيها اللي انا عايز اقوله عشان تتاكد ان موضوعك ده فيه خير. يا اسيس لو واحد مثلا بيسمعنا دلوقتي ويقول: طب انا بمر بكل الظروف دي اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ يعني ممكن يكون مشاهد دلوقتي بيسمعنا وتعبان في نفس الحته دي ومتوقع الموت ومتوقع ان حياته ممكن تحصل لها مشكله وممكن في امراض بتقود للموت زي الفيروس الصعب اللي احنا بنمر بيه، الشخص ده يتشجع ازاي؟ يعني نفسي كده تبعت رسائل طمانينه، طمانينه، رساله فيها يعني هل الرب اللي امر ايليا وقال له ايليا روح الحته دي وانا الحته دي هقدر احافظ عليك، هل مثلا وجودنا في مشيئه الله يضمن لنا الحمايه؟ طبعا. ايه رايك يا سيدي؟ وجودنا في مشيئه الله يضمن لنا الحمايه؟ حتى ان كان في جب اسود وحتى ان كان في اتون نار، بس معانا الرب في الاتون ومعانا الرب في جب الاسود هنبقى مطمنين، ولا ايه رايك يا اسيس؟ يعني هي لو انا داخل المشيئه الالهيه، مشيئه الله هي صالحه ومرضيه، تمام، حتى لو ضد ارادتك، لكن لو انت جوه المشيئه الالهيه عايز اقول لك اطمن. امين. اطمن، يعني يمكن يكون كمان انت صعبان عليك ومتضايق من الوضع دوت، بس انت ما دمت داخل المشيئه ففي حمايه الهيه، وزي ما كنا بنقول هيحول الرب الامور دي للخير. القصه اللي كنت هذكرها ان في مجموعه من الجنود الامريكان، يعني بيقول قصه حقيقيه حصلت زمان في ايام الحرب الكوريه، مجموعه من الجنود الامريكان تاهوا وسط الصحراء، وكمان يعني ما كانوش لاقيين اكل ياكلوا، قعدوا 3 ايام ولا لاقيين ميه يشربوا، وكتيبه كبيره تايهه في الصحراء، في وسط الكتيبه دي فيهم شخص مؤمن، فقال لهم: بقول لكم ايه، مفيش حل من هنا ولا من هنا ولا من اي اتجاه، بس في حل من عند الرب اللي قال: ادعوني في وقت الضيق انقذك فتمجدني. صحيح. ما قال لهم تعالوا نركع ونصلي للاله العجيب ده
وهو يتدخل بالحل. صحيح. ففي وقت الضيق هم مش مؤمنين. أي. يعني سمعوا قول زميلهم وركعوا يصلوا، وهم بيصلوا للرب فجأة تكتشفهم طائرة من طائرات الأعداء. يا. وراحت رمت عليهم قنبلة، بس الحسن حظهم القنبلة جت بعيد عنهم، بس مع ضغط الهواء والتراب طيرت كل واحد فيهم على بعد أمتار. وفين وفين لما كل واحد فاق ومسح الغبار من على وجهه، وكل واحد جه لزميله المؤمن وعلى وجهه ابتسامة ساخرة وقال له أدي إلهك يا سيدي، أدي إلهك اللي بتقول فيها خير وهيبعت لنا خير، بدل ما يبعت لنا مية بعت لنا نار تحرقنا. فزميلهم المؤمن اتأثر وصعب عليه من الرب، بس مش شوية وراح يبص على مكان القنبلة، فلقي القنبلة حفرت بير عميق بيتدفق منه ينبوع مياه. فقال لهم ابشروا أيها الأصدقاء إن في ظاهرها قنبلة من نار، لكن في حقيقتها ينبوع مياه. فالأمور اللي انت بتمر بيها في ظاهرها شر، بس سيدك وإلهك هيحولها للخير. أمين. فعايزك تطمن النهاردة. أمين. أمين. وعايزك النهاردة ما دمت في المشيئة الإلهية إلهك هيكمل معاك بسندة إلهية غير عادية. ارفع عينيك على الرب في الوقت دوا زي ما بيقول الكتاب، فرفعوا أعينهم ولم يروا إلا يسوع. هللويا. طيع الرب. أنا بشجعك النهاردة طيع الرب حتى لو مش فاهم، حتى لست تفهم الآن ما أنا أصنع، لكنك ستفهم فيما بعد. ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. المعلنات لنا والسرائر لله وحده. مجد الملك في إخفاء الأمر، في أمور دي بتاعته هو. عشان كده قول للرب حاضر، بقول لنفسي قول حاضر حتى لو مش فاهمة يا نفسي. عز أخوي عماد في ترنيمة كده بتقول الأبرع جمال. الأبرع جمال هو ده على فكرة، اللي لما تحطه في المشهد لو واحد خايف يطمن، لو واحد نفسه يطيع شوف المطيع تطيع. بص على الطائع الحقيقي اللي في بستان جسماني قال الكلمات دي، لتكن لا إرادتي بل إرادتك. الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها، وطاعة حتى الموت. تعال نقول له الأبرع جمال من بني البشر. الأبرع جمالا من بني البشر، هو بينجينا من كل خطر. الأبرع جمالا من بني البشر، هو بينجينا من كل خطر. ما أجملك نعم، ما أجملك، ما أجملك نعم، ما أجملك. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. ما أجملك نعم، ما أجملك، ما أجملك نعم، ما أجملك. ليس مثلك يا ملكنا، تركب السحاب لمعونتنا. ليس مثلك يا ملكنا، تركب السحاب لمعونتنا. ما أجملك نعم، ما أجملك، ما أجملك نعم، ما أجملك. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم خدت عني الصديق الحميم. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. ما أجملك نعم، ما أجملك، ما أجملك نعم، ما أجملك. يوم دعوتك أجبتني، قوة في نفسي جاء
شجعتني يوم دعوتك أجبتني قوة في نفسي شجعتني ما أجملك نعم ما أجملك ما أجملك نعم ما أجملك كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم ولا يوم غبت عني الصديق الحميم كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم ولا يوم غبت عني الصديق الحميم ما أجملك نعم ما أجملك ما أجملك نعم ما أجملك على الأذرع الأبدية حملتني بحضنك الدافي ضميتني على الأذرع الأبدية حملتني لحضنك الدافي ضميتني ما أجملك نعم ما أجملك ما أجملك نعم ما أجملك كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم ولا يوم غبت عني الصديق الحميم كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم ولا يوم غبت عني الصديق الحميم ما أجملك نعم ما أجملك ما أجملك نعم ما أجملك ما أجملك ما أجملك ما أروعك قالوا بني قورح عنه كده قسيس أنت أبرع جمالا من بني من بني أيوه هو من بني البشر أيوه خد صورة البشر وخد صورة الإنسان بس ده مفيش زيه ولا ليه شبيه شوف بنتكلم عن إليه حلو بس مين الأحلى والأحلى يسوع هو بس هو بصراحة هو بس سيرته كده حلوة بصراحة سيرته تطمن وتنعش أتمنى تتقابل معاه عايز تبقى زي إليه البطل الواجه اللي أطاع الرب أشجعك تتقابل مع المسيح مقابلة شخصية يا سيس أول نقطة خلصت اسمه رجل الطاعة لكن الأمر الثاني رجل إيه يا سيس رجل النهضة رجل النهضة تكلمنا عنه باعتباره رجل الطاعة لكن كمان رجل النهضة تمام يعني إليه عمل نهضة في الكتاب من أعظم النهضات اللي اتعملت في الكتاب على جبل الكرمل فإليا جاب النهضة دي إزاي وعلى فكرة يعني الأمور دي هقول ثلاث أمور من حياة إليا جاب بيهم النهضة والأمور دي هتفرق في كنايسنا وهتفرق في بيوتنا روعة. وهتفرق في حياتنا في ناس عندها فتور في ناس نفسها تنهض في ناس في حياتها ضعف روحي عايزة نهضة صحيح فالنهضة تيجي إزاي هناخدهم من ناخد الثلاث أمور اللي جاب بيهم إليا النهضة تمام. أول أمر جاب بيه النهضة هنلاقيه في سفر الملوك الأول أصحاح 18 عدد 30 ملوك الأول 18 عدد 30 قال إليا لجميع الشعب تقدموا إلي فتقدم جميع الشعب إليه فرمم مذبح الرب المنهدم أول حاجة تجيب النهضة وعملها إليا كان شاطر رمم المذبح رمم المذبح يمكن حد يسألني هو إيه المذبح المذبح هو العلاقة الشخصية مع الرب المذبح العائلي المذبح هو الشركة الشركة وإحنا العلاقة مع الرب لينا شركة لينا شركة لينا شركة مع الله الآب لينا شركة مع الله الابن لينا شركة مع الله الروح القدس لينا الشركة دي مع الله الآب نلاقي في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 1 عدد 3 يوحنا الأولى 1 عدد 3 أيوة يقول الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح تمام لنا شركة مع الله الآب
وشركة أيضا مع الإب لينا كمان شركة، وأتمنى المشاهد النهاردة يبقى ليه الشركة دي يا رب. الشركة الثالثة مع الروح القدس لما يقول في عبرانيين 6-4 لأن الذين استناروا وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء للروح القدس. هل أنت شريك للروح القدس؟ صدقني أنا نفسنا كمؤمنين ومجموعة مؤمنين أن نخلط على الروح القدس ويبقى لينا شركة مع الروح القدس في الوقت اللي جاي دوا. عايز أقول الكتاب قال ثلاث أمور في ناس عاملاهم، قال لا تحزنوا الروح، ومرة تانية يقول لا تطفئوا الروح، لكن المرة الثالثة الحلوة يقول امتلئوا بالروح. امتلئوا، لما تمتلئ هتفرح وهتطلع من حالة الحزن ومن حالة الهم ومن حالة الغم اللي انت فيها، لان دي يعني الخمر افراح الروح القدس، علشان كده ربطها بالخمر لما قال لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاع بل امتلئوا بالروح. ليه الخمر بيعمل ايه؟ ما الكتاب بيقول اعطوا خمرا لهالكا ومسكرا لمر النفس، يشرب ويعمل ايه؟ وينسى. صحيح. لكن في افضل من خمر العالم، بتنسى لما بتشرب خمر وخطية ترجع عن الامر ده، بتشرب خمر العالم عشان تنسى، بتنسى نص ساعة وترجع تتصدم بالواقع، لكن اعظم خمر انك تمتلئ بالروح القدس. ولما تمتلئ بالروح القدس تتحول حياتك من الضعف الى القوة. صحيح. من الهزيمة الى النصرة، لان الكتاب بيقول كده لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. فعايز اقول لك النهاردة نفسي يبقى ليك شركة مع الروح القدس، تعرف الروح القدس النهاردة يعني ياخد بايديك ويسندك. يعني الروح القدس لما بطرس امتلأ بالروح ففي الوعظة بتاعته اللي خدم فيها بعشر كلمات بساط خلص كم نفس؟ 3000. خلص 3000 نفس. ومرة قعدت اسأل واقول طب هم ليه يعني 3000 ما هماش 4 ولا 2؟ لان زمان في العهد القديم في سفر الخروج اصحاح 32 عدد 28 لما الرب اعطى موسى الناموس ونزل بلوحي الشريعه بالناموس لقي الشعب بيعبد العجل، مات في اليوم ده كم نفس؟ 3000. وكان خدمه الناموس هي خدمه موت. لكن لما اعطى الروح القدس في العهد الجديد خلص كم نفس؟ 3000 نفس، كانه خدمه حياه. فعايز اقول النهارده انت بدون الروح القدس مؤمن يعني حازن الروح القدس وانت حزين والروح القدس موجود جواك بس الروح القدس مطفي. فعايز اقول لك النهارده الرب قال كده لا اترككم يتامى بل ارسل لكم الروح المعزي. نفسي تدخل في شركه وتدخل في علاقه مع الروح القدس. تيجي ازاي الكلام ده؟ لما اعمل ايه؟ لما ارمم المسبح. لما ارمم المسبح، وحد قال العباره دي ان البيت او اللي ما فيهوش مسبح في مذبح، في مشاكل، في خناقات. لما ندور على رجال الله العظماء في الكتاب المقدس اللي عملوا نهضات، هتدور على اي واحد يا تلاقي في حياته مذبح يا اما في عليه. ومره سمعت العباره دي، واحد قال كده قل لي اين عليتك اقول لك هوذا قوتك، وان كنت مؤمن بلا عليه فانت مؤمن بلا قوه. ايه اخبار المذبح وايه اخبار العليه؟ كان زمان نصلي ونقول يطيب لي ساعات بها اخلو مع الحبيب، يجري حديث سرا ولا رقيب. فاللي احنا محتاجين يا خجون يعني محتاجين ان احنا نرمم المذبح. عارف لما المذبح حتى يترمم في البيت او كيسه، بيوتنا تمتلي بالسلام. صحيح. هي ليه في طلقات وفي مشاكل وفي خناقات وفي صوت عالي في البيوت؟ المذبح للاسف المذبح مهدوم. فاللي عايز يعمله الرب عايزنا نرمم المذبح. عارف يعني مره في ملوك الاول 17 عجبني إليا في البيت اللي فيه مذبح، شوف البيت اللي فيه عليه الست اللي مقيم عندها، في يوم من الايام سمع صوت صراخ وصوت عالي، فهو مش متعود على الاصوات دي. ايه الحكايه؟ نزل لقي الست اللي هو مقيم عندها ابنها عامل ايه؟ مات. شاله على كتفه، رايح بيه فين يا إليا؟ قال رايح بيه للعليه. يا عم عليه ايه؟ يقول لك ما انا مشاكلي تتحل جوه العليه، وامور الصعبه والموت يتحل جوه العليه. فعايز اقول لك صلى ورجعت نفسه ليه. فعايز اقول ربنا عايزك في الوقت اللي جاي ترجع مره تاني رمم المذبح اللي اتهدم،
رمم المسبح، رمم المسبح في حياتك وبيتك مرة تاني، وارجع للشركة مع الرب والشركة مع البيت ومع أسرتك. صحيح يا رب، وما أحلى الحياة قربك، فعشرتي بشخصك تلذذي. ما أحلى العشرة وياه يسوع رب السماء، يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه. جرب كده، جرب كده، جرب كده تفهم وتدرك ده. بس تدرك ده، نحن احنا علاقتنا بالرب ما زي علاقة إبراهيم بالله. إبراهيم لما كلم ربنا قال له شرعت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماد. وانت بتتكلم يا قسيس افتكرت إبراهيم اللي كان خليل الله. كان كل علاقته بربنا المولى السيد، لكن علاقتنا زي ما كنت حضرتك بتقول من شوية، أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. شجعك النهاردة، افتح قلبك، قول للرب علاقتي بيك مقطوعة ليا فترة يا رب، ليا فترة مش مقطوع الشركة، عندي مشكلة يا رب في العلاقة معاك، في فتور. رب استعيد العلاقة دي مرة تاني، ويرجع مرة تاني العلاقة المكسورة والمسبح المهدوم يرجع تاني يبني تاني عشان تيجي النهضة. نفسك في نهضة في بيتك؟ نفسكش في نهضة في حياتك؟ نفسي نقول الترنيمة دي ونصليها مع بعض. بقدم نفسي ذبيحة حية ليك، تعال قول له بختارك تكون الأول وقبل كل شيء، انت وبس، انت وبس. بقدم نفسي ذبيحة حية ليك، مقدسة ومرضية أمامك، وبكسر كل طيبي عند رجليك، ما بقاش في حياتي غالي قدامك. بقدم نفسي ذبيحة حية ليك، مقدسة ومرضية أمامك، وبكسر كل طيبي عند رجليك، ما بقاش في حياتي غالي قدامك. بختارك أول وقبل أي شيء، علشان أنت الحياة والحق، أنت هو الطريق. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان أنت الحياة والحق، أنت هو الطريق. برجع عن كل إله عبدت معاك، وعلن سلطانك على قلبي لوحدك، روحك يشفي ارتدادي قدسني، ويقعد يصنعني إناء يحمي مجدك. برجع عن كل إله عبدت معاك، وعلن سلطانك على قلبي لوحدك، روحك يشفي ارتدادي قدسني، ويعود يصنعني إله يحمي مجدك. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان انت الحياة والحق، انت هو الطريق. بختارك تكون الاول وقبل اي شيء يا يسوع، علشان انت الحياة والحق، انت هو الطريق، انت هو الطريق. برجع عن كل اله عبدته معاه، مسبح يعني سجود، مسبح يعني تقدمات، مسبح يعني شركة. عايز النهضة تيجي؟ شوقتنا للنهضة يا سيدي.
شوقت بيوتنا وشوهت حياتنا الفردية والشخصية، وأقول لك كمان حتى كنايسنا. بسنا لما الكنايس تتفتح يا رب، رمم كل مسبح يا رب، كل صلوات اتقطعت في الكنايس يا رب، اجتماعات الصلاة اللي بيحضروا فيها اتنين تلاتة نرجع تاني نصرخ، نرجع تاني تشوفنا أيادينا مرفوعة ليك، رافعين أيادي طاهرة يا رب. أنا بصلي من قلبي. قال الكتاب وقال الرب يسوع: بيتي بيت الصلاة. الحالة اللي مفروض نكون عليها في بيته رافعين أيادي طاهرة. يا أسيس، إيه المقاومة التاني أو الأمر التاني اللي يخلق جوانا نهضة؟ قلنا الأمر الأول اللي يجيب نهضة لحياتنا ولبيوتنا وكنيسنا إن إحنا نوحد، نرمم المسبح. نرمم المسبح. رقم اتنين إن إحنا نوحد المسبح. أيوة. وده اللي عمله إيليا، نلاقيه وحد المسبح في سفر الملوك الأول 18 عدد 31: ثم أخذ إيليا 12 حجرا بعدد أصباط بني يعقوب الذي كان كلام الرب إليه قائلا: إسرائيل يكون اسمك. إيليا قال لهم يلا هاتوا 12 حجر. ليه يا إيليا 12 حجر؟ يقول بعدد الأصباط ال 12. طب انت مش واخد بالك صحيح. لحاجة إيليا، ان المملكة في الوقت ده مالها منقسمة. صحيح. المملكة مملكة إسرائيل، عشان المشاهد يبقى عنده خلفية، مملكة إسرائيل ظلت متحدة لمدة 120 سنة. 120 سنة، 40 سنة في أيام الملك شاول متحدة، 40 سنة كمان متحدة في أيام الملك داود، 40 سنة كمان متحدة في أيام الملك سليمان. تمام. لمدة 120 سنة المملكة متحدة. تمام. لكن بعد سليمان على طول سنة 931 قبل الميلاد انقسمت المملكة إلى قسمين. تمام. المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية. المملكة الشمالية اللي فيها أخاب، المملكة الشمالية اللي هي يعني كانت 10 أصباط، والمملكة الجنوبية كانت سبطين. السبطين اللي هو سبط يهوذا وسبط بنيامين. والمملكة الشمالية كانت 10 أصباط. المملكة الشمالية حكموها 19 ملك في فترة الملك 19 ملك، والمملكة الجنوبية أيضا حكموها 19 ملك. المملكة الشمالية 19 ملك اللي حكموا فيها كلهم أشرار بلا استثناء، لكن المملكة الجنوبية 19 ملك اللي حكموا فيها فيهم ملوك أشرار وملوك أتقياء. لكن كمان المملكة الشمالية استمرت 200 سنة، وبعدين حصل السبي الأشوري بقيادة شخص اسمه شلمن أصر. لكن المملكة الجنوبية استمرت 350 سنة، وبعديها حصل سبي اسمه السبي البابلي، وده حصل على 3 مراحل بقيادة شخص اسمه نبوخذ نصر. تمام. وفي الوقت دوا المملكة منقسمة، يعني في ملك في المملكة الشمالية اسمه أخاب، وفي ملك في المملكة الجنوبية اسمه يهوشافاط. المفروض يا إيليا أنت تعمل مسبح للمملكة الشمالية وللجنوبية للسبطين، تعمل كمان صحيح. مسبح، اعمل لكل مملكة مسبح. يقول لهم لا، ما طول ما المملكة منقسمة ما فيش نهضة. صحيح. طول ما المسبح على 100 حتة ما فيش نهضة. فالرب النهاردة بيدور على مسبح واحد وعلى ذبيحة واحدة. صحيح. يا رب النهاردة يوحد قلوبنا يا رب. ويوحد صفوفنا. صحيح. ويوحد كنايسنا لصفح رب. مملكة العدو. على فكرة دي كانت صلاة الآب، قال ليكن الجميع الابن ليكن الجميع واحد. إلى واحد. ربنا عايز وحدة، وحدة قلب، وحدة فكرة. وعارف لما كانوا الجميع معا بنفس واحدة. صحيح. حصل في اليوم دوا الروح القدس عمل النهضة في الكنيسة الأولى. فعايز أقول النهاردة ربنا عايزنا نوحد المسبح، المسبح المنقسم. يعني في الأيام دي تلاقي فيه تعصب رهيب مع أن الإله واحد، لكن الله عايز يوحد المسبح. اتأثرت مرة بقصة كان قالها يوحنا ويسلي، قال حلمت في مرة أن أنا واقف على بوابة جهنم وبسأل الشيطان اللي على بوابة البوابة بتاع جهنم، بقول له يا شيطان في جهنم هنا أرثوذكس؟ قال له كتير. قال له في جهنم هنا كاثوليك؟
قال له كتير، قال له في جهنم هنا يعني ناس إنجليين، قال له كتير، قال اتصدمت وقلب اتكسر، قال قلت طلعت على بوابة السماء وأنا بقول للرب يا رب عوضني على المنظر اللي أنا شفته، وبسأل الملاك وبقول له يا ملاك في السماء هنا أرثوذكس؟ قال له ولا واحد. قال له طب في السماء هنا إنجليين؟ قال له ولا واحد. قال له طب في كاثوليك؟ قال له ولا واحد. قال له أمال مين اللي هنا؟ قال كل الذين وصلوا إلى هذا المكان هم الذين بيضوا ثيابهم وغسلوها في الدم الكريم ما. فعلى عتبة السماء ستخلع جلبية الطائفية وهنكون واحد، وأتمنى أن زي ما قال الكتاب ليكن الجميع واحد. إلى واحد. ربنا عايزنا كمان يبقى فيه وحدة في المذبح في الوقت اللي جاي، على المستوى الشخصي وعلى مستوى بيوتنا وعلى مستوى كنيسنا، يوحدنا في الوقت اللي جاي ويعمل الرب النهضة. يبقى كده نقطتين، أول حاجة ها رمم المذبح، رمم المذبح، وحدة المذبح والتوحد، وان الرب يبدا يخلينا نشيل الفوارق اللي ما بيننا، انا كده وانت كده، انا يهودي وانت سامريه، والكلام اللي قالته السامريه للرب يسوع المسيح قال لها ورد عليها لو كنت تعلمين عطيه الله ومن هو الذي يقول لك اعطيني الاشرب، وكان الرب رفض الطائفيه ورفض الحزبيه. انا بصلي من قلبي انه بيوتنا تتوحد. قول امين، قول امين يا لبيتك وعندك مشاكل مع مراتك. ها يا رب وحد كنايسنا يا رب، دينا الفكر الواحد يا رب. بولس قال في رساله فيليبي فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا برايا واحدا، وقال كده ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع، حاسبين بعضكم بعضا افضل من انفسنا. يا رب علمنا 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 نتحد ببعض. سياسه ابليس فرق تسد، لما يبعدنا عن بعض يعرف يتحكم فينا. يا سيس شوقتنا للنهضة بجد. يبقى واحد قلنا ايه؟ رمم المذبح. رمم المذبح. اتنين واحد المذبح. واحد المذبح. تلاتة يا سيس. تلاتة كان كسر الأنا أو صلب الأنا. صلب الأنا. يعني إيليا صلى علشان تيجي النهضة، بس الصلوة اللي صلاها فيها كلمة غلط عطلت النهضة. تمام. في سفر الملوك الأول أيوة أصحاح 18 عدد 36 تمام. عن نبص على الصلاة دي اللي صلاها إلي عشان النهضة تحصل. تمام. يقول وكان عند إصعاد التقدمة إن إلي النبي تقدم وقال أيها الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل ليعلم اليوم إنك أنت الله في إسرائيل وإني أنا عبدك عبدك وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمور. بيصلي إلي علشان تيجي النهضة. يا إلي عايز نهضة ليه؟ قال علشان يشاوروا عليا ونقول يقولوا إن أنا وإنت يا رب جبنا النهضة سوا سوا مع بعض. لكن ربنا يغار على مجده حتى لو كان إلي. مش عارف إنت عايز كنيستك تنهض أو تنهض، إيه الهدف أو الدافع؟ هو عايز الناس تشاور عليه. قال يا رب عايز النهضة تيجي علشان نبقى أنا وإنت صنعنا النهضة مع بعض. لكن الرب ما استجابش للصلاة دي، فرجع يصححها في العدد اللي بعديه تاني. يقول كده في عدد 37 صلى تاني استجبني يا رب استجبني ليعلم هذا الشعب إنك أنت الرب الإله وإنك أنت حش نفسها وإنك أنت حولت قلوبهم رجوعا. أول ما إيليا خلع نفسه من المشهد في الوقت ده، بعديها على طول في العدد اللي بعده أصحاح 38 يقول فسقطت نار الرب. فعايز أقول النهاردة جت النهضة والنار جت. عايز أقول النهضة تيجي لما الأنا يصلب. يعجبني الرسول بولس كان عنده شعارين، مرة يقول بنعمة الله أنا ما أنا صحيح. ومرة يقول مع المسيح صلب فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فعايز أقول النهاردة إيه أخبار الأنا؟ أكتر حاجة
بتدمر البيوت، حتى بتدمر العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة. الأنا الأنا، كل واحد بيدور على نفسه، بتدمر كنايسنا وبتخرب كنايسنا. الأنا كل واحد بيدور على نفسه. لكن مرة راحوا يقولوا ليوحنا المعمدان، راح تشاور على المسيح وتقول ينبغي ان ذاك يزيد، وانت قال رايح تشاور عليه، قال لهم ايوه وماله، قال طب سابوك وراح وراك، قال وماله، ينبغي ان ذاك يزيد وانا انقص. فعلشان تيجي النهضه هتيجي بالثلاث امور دول. اول حاجه رمم المذبح، ثاني حاجه وحد المذبح، ثالث حاجه كسر الانا، نسم الذات وصلب الانا. علشان كده نسمع بعديها على طول في عدد 41 يقول لأن حس دوي مطر. عايز تسمع حس دوي مطر، هنعمل الثلاث أمور دي. وعايز أقول إليا صلى صلى وكان بيصلي علشان النهضة تيجي. بس عايز أقول يمكن الناس بيسمعونا، ده اللي حصل مع ناس كتير يقولوا كده الكلام ده، يعني أعتقد أنك تتفق معايا أكيد. بيقولوا أن كل ما نصلي ما فيش، فين ربنا مش مستجاب؟ صحيح. كل ما بنصلي الدنيا بتتعقد اكتر، مش صحيح. بتتحال، مش بتتحال، ده احنا بنصلي الدنيا للأسوأ. يمكن حصل معاك الكلام ده، بس عايز اقول لك دي سياسه الرب، واعرف ان الرب هيفاجئك بعد الموضوع ده. يعني ايليا كان بيصلي، وعارف صلى علشان المطر يجي كم مره؟ سبع مرات، سبع مرات يصلي. وهو بيصلي في عدد 45 يقول ايه علشان النهضه تيجي؟ كان من هنا الى هنا ان السماء عملت ايه؟ اسودت. يعني انت يا ايليا كل ما بتصلي كل ما السماء بتعمل ايه؟ بتسود. في ناس حاسسه بالكلام ده يقول لك انا كل ما بصلي كل ما الدنيا بتسود وكل ما الدنيا بتتقفل. لكن اذا كان اللي حاصل معاك يقول بعديها على طول والسماء اسودت من الغيم وكان مطر عظيم. ففي مطر، في مطر، ودي سياسه الرب. مره يجيبوا له الواحد الاعمى ويقولوا له عايزينك تفتح عينيه يا رب، يروح حاطط له فيها ايه؟ فيها طين. يا رب احنا بنقول لك عايزين يفتح، هي ناقصة تطينها زيادة. مرة يجيبوا له واحد أصم أعقد ويقولوا له احنا عايزين الشخص ده يعني تعمل معاه معجزة، وضع أصابعه الاثنين في أذنيه يعني سدها له زيادة. فإذا كنت بتصلي وحاسس الدنيا بتتعقد معاك والشيطان بيحاربك وبيقول لك ما فيش استجابة، لكن صدق إن الرب ناوي على الاستجابة. إليا سبع مرات مش مرة ولا اثنين يصلي والدنيا تسود، لكن بعديها كان مطر عظيم. فتصدق إن في مطر جاي على حياتك وبركة وتعويضات إلهية في الوقت اللي جاي. أمين يا أسيس. أمين أمين. أخاف عليك لا تكون حاسس إن ده مجرد كلام، أقول الصدق في المسيح ولا أكذب. النهضة اللي حصلت في حياة الشعب في أيام إيليا، قال من هم للرب فإلي، قال لهم لا تعربون بين الفرقتين، اللي عايزين الرب يمشي ورايا. والرب النهاردة بينادي نفس النداء، من هم للرب. من نفسي يقول أنا ولائي للرب، أنا للرب. أقول مع دبورة أنا 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 للرب. أنا بصلي من قلبي لكل مشاهد بيشاهدني، في قلبه عنده المذبح مهدوم، عنده تفرقات ومشاكل وحزبية، مش عارف يتأقلم مع اللي حواليه، عنده مرض عدم وجود وحدة وعدم وجود تماسك بيننا وبين بعض. مش هتحصل النهضة. الشخص اللي عنده الذات وعنده الأنا عالية مش هتشوف البركة على الإطلاق. أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. بس النهاردة تقول كلمات دي مع أخوي عماد، يا سيد الحبيب يا نور عمري، أنا محتاج، مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية. حد عايز اللمسة دي النهاردة؟ فضلك صلي معانا الكلمات اللي جاية دي. شجعنا يا رب يسوع وشجع كل المشاهدين. يا سيدي الحبيب يا نور عمري، أتي إليك يا ربي فامهدني. يا سيدي الحبيب يا نور عمري، أتي إليك يا ربي فامهدني.
ضعفي اسمع صراخي واشفي نفسي محتاج إليك يا ربي انهدني يا يسوع انهدني يا يسوع مشتاق لعملك فيا محتاج للمسة قوية أنا مشتاق لعملك فيا محتاج للمسة قوية انهدني يا يسوع انهدني يا يسوع انهدني يا يسوع مشتاق لعملك فيا محتاج للمسة قوية أنا مشتاق لعملك فيا محتاج للمسة قوية انهدني يا يسوع انهدني يا يسوع بحبك العجيب ألهب قلبي فأشبع قلبك بصدق حبي بحبك العجيب ألهب قلبي فأشبع قلبك صدق حبي تعال برعش في كل عظامي روحك يملأ كل كياني تعال برعش في كل عظامي روحك يملأ كل كياني تعال وبديت كل حزاني انهدني يا يسوع انهدني يا يسوع لمسة قوية انهدني يا يسوع انهدني يا يسوع انهدني يا يسوع انهدني يا يسوع مشتاق لعملك فيا محتاج للمسة قوية يا رب ما تعديش علينا النقطة دي وخلاص يا رب كان يا رب تعلمنا من إيليا أنه كان راجل الخضوع والطاعة مهما كانت المأموريات صعبة لكن يا رب أنا بصلي للحلقة دي تكون سبب نهضة وإنعاش مذابح تترمم بيوت منقسمة تتحد كنايس
مليانة شلالية وأحزاب وطائفية. يا رب ترجع تاني تتوحد وتحط ايدينا تاني في ايدين بعضينا. يا رب يا رب يا رب يا رب. صلي معايا من فضلك. بصلي لاجل كل الخدام وكل القسوس اللي بيسمعونا. يا رب تعالى توحد معك كنيستك. كل مشاكل بين الرعاة وكنايسهم والناس اللي موجودين في كنايسهم يا رب اصلح. اعمل صلح يا رب. انزع الخصام يا رب يسوع باسم الرب يسوع. عندي ايمان يا رب انك هتطلعنا بره ذواتنا يا رب. طلعنا بره الانا وترجع تاني تاخد المكانه اللي تليق بيك. انا بصلي من قلبي ان يعمل حاجه الرب معانا يا رب. يا قسيس اقول الصدق في المسيح. قلبي التهب وانا بسمع الترنيمه من اخويا عماد. هو بيقول بحبك العجيب الهب قلبي الهب قلبي. يا رب ولع كل قلب فاتر. كل واحد واقف في مكانه يا رب مره تاني هنتحرك. يا قسيس عايزين نتعلم حاجه تاني. الوقت قليل جدا فهناخد نبذه بسيطه عن ايليا رجل الصلاه. يبقى خدنا ايليا رجل الطاعه ايليا رجل النهضه ثم ايليا رجل الصلاه. اتفضل. وايليا رجل الصلاه صلى في الكتاب خمس صلوات. تمام. خمس صلوات في صلوتين في ملوك الأول 17 وصلوتين في ملوك الأول 18 وصلوة في ملوك الأول 19. في أول أربع صلوات الرب استجابهم لكن الصلوة الخامسة الرب ما استجابهاش. صحيح. فالصلوة الأولى في ملوك الأول 17 في عدد واحد لما بيقول الكتاب وقال إلي التشبي من مستوطني جلعاد لأخاب حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه إنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. يمكن حد يكون بيسمعنا يقول وهي صلوة ده واحد بيكلم أخاه بيكلم الملك. لا لما نروح على رسالة يعقوب رسالة يعقوب أصحاح 5 عدد 17 يقول الكلام دوا كان إلي إنسان تحت الآلام مثلنا وصلى صلاة ألا تمطر. تمطر يبقى كانت صلوة. صلى إنها ما تمطرش. وعايز أقول الصلوة دي أنا عن نفسي يعني قعدت أقول يعني طب إليا أنت بتصلي علشان تنشف الزرع هينشف ويموت البهائم هتموت هتحصل مجاعة في البلد. هي دي الصلوة يا إليا تصليها تخليها ثلاث سنين ثلاث سنين وست أشهر يعني نشفة. من غير مطر نشفة. صحيح. لكن لما تروح على سفر التثنية إليا كان واعي بالمكتوب. أي. وكان دارس المكتوب. فتروح على تثنية أصحاح 11 عدد 16 اسمع الكتاب يقول إيه. فضل. فاحترزوا من أن تنغوي قلوبكم فتزيغ وتعبدوا آلهة أخرى وتجددوا لها. وده اللي كان حاصل في المملكة. صحيح. بيعبدوا إله غير الرب بيجددوا للأوثان. طب النتيجة لما كده قال فيحمى غضب الرب عليكم ويغلق السماء فلا يكون مطر فلا يكون مطر. وكأن إيليا بيقول للرب اسمع يا رب بناء على المكتوب في سفر التثنية 11 في آية في سفر التثنية 11 في آية في آية 17 أنا بطالبك إنك تمنع المطر فمنعها لأنه كان بيصلي صلاة كتابية. ونفسي عزيزي المشاهد تعرف الكلام ده. الصلاة الكتابية لها استجابة فورية. الصلاة الكتابية لما تصلي بالمكتوب لما وانت بتاخد الخلوة بتاعتك في وعد يلمسك تحط صبعك عليه وتقول للرب أنت قلت زي ما كان يعقوب. صحيح. يقول للرب أنت قلت إنك تحسن إلى عبدي. صحيح. فكانت الصلاة لها استجابة فورية. صحيح. ودي أول صلوة صلاها في ملوك الأول 17. يا رب أن نصلي بالمكتوب وبالإعلان. مين. وده بيحبطنا من ربنا في بعض احيان يا قسيس. طبعا. انه مرات الواحد بيصلي ومفيش استجابه ان صلاته غلط بتصلي بحاجه مخالفه للمكتوب للمكتوب وللاعلان الالهي. حتى ده كلام اخونا جدعون لما قال له لماذا اصابتنا كل هذه. يعني انت مش عارف الشعب كان في حاله ايه والرب سمح ليهم بالضيقات والذل ده ليه. ما هو بسبب ضلالهم وسبب شرهم. فمرات يعني بعدنا عن الإعلان الإلهي وعدم فهمنا للإعلان الإلهي خلينا بنصلي بطريقة غلط خاطئة. تفضل يا أستاذ كامل. لكن الصلوة الثانية كمان في ملوك في سفر ملوك الأول
أصحاح 17 عدد 20 و21، والصلوة دي يمكن ذكرناها لما صلى لابن الامرأة الأرملة اللي هو مقيم عندها، ابنها مات، فراح صلى علشان يقوم الميت ده. تمام. يعني إيليا المفروض يفكر في سفر التكوين، سفر الخروج واللويين وعدد وتثنية والقضاء، مين قوم ميت؟ مين قوم ميت؟ صحيح. فطلب طلبة ما حدش طلبها قبل كده، طلب طلبة صعبة جدا، يعني مين هيقوم ميت؟ يعني ما حدش عملها قبليه، لكن صلى الصلوة دي ودخل للرب وهو يعني عنده. وأنا عايز أقول للمشاهد، بيقول الكتاب عمق طلبك ورفعه. اعشم في الرب، اطلب طلبة حتى لو مستحيل. أول واحد كان يقوم ميت في الكتاب كان هو إيليا. احنا عندنا 8 في الكتاب ماتوا وقاموا، ده غير المسيح. يعني في 3 في العهد القديم وفي 5 في العهد الجديد. أول ميت يعني في العهد القديم كان إيليا اللي قوم، تاني ميت إليشع، وإليشع قوم 2. هذه 3 بتوع العهد الجديد. في العهد القديم، الخمسة اللي في العهد الجديد، المسيح أقام 3، وبولس قام 1، وبطرس أقام 1. فالثلاثة اللي أقامهم المسيح اللي هو ابن أرملة نايين، ابنة ييروس، والعازر اللي أقامها بولس، اللي أقامه بولس اللي هو أفتيخوس. صحيح. بطرس أقام طبيصة. فكان أول واحد يقوم ميت هي الصلوة بتاع إيليا، والرب سمعها، دي الصلوة رقم 2. يا سيس بصراحة كلام جميل جدا جدا. أنا أسف الوقت يعني بيجري بينا جدا، وفاضل يمكن 2 دقيقة، فأستاذنك تلخصهم لنا في 2 دقيقة الصلوات الباقية. الصلوة رقم 3 بسرعة، يعني في ملوك الأول 18 عدد 43 الخاصة بنزول المطر. صلى وصلى 7 مرات زي ما اتكلمنا علشان المطر ينزل، ونزل فعلا المطر. لكن الصلوة الخامسة اللي ما استجبهاش الرب لأنها ما كانش في المشيئة الإلهية، اللي هو الصلوة في ملوك الأول 19 عدد 4 و5، لما إيليا بعتت له إيزابل رسالة تهديد، فجرى الرسالة جراها غلط وصدق الكذب اللي فيها والأخبار الكذب اللي فيها، مع أن الكتاب بيقول لا تقبل خبرا كذبا، صدق أخبار الكذب. فنتيجة أن جرى الرسالة خطأ وصدق أخبار الكذب، إيليا اللي عمل أكبر نهضة راح ارتمى تحت الرتمة وقال للرب خذ نفسي لأن موتي خير من حياتي. والصلوة دي الرب ما اسمحهاش، قال له لا ده أنا مش هاخد نفسك، لكن يبعت له ملاك بكعكة ردف وكوز مية، ويروح الملاك مسه وقال له قوم وكل لأن المسافة طويلة عليك. وعايز أقول بعد الفشل ده وبعد ما نام تحت الرتمة يرجع الرب يقول له يا إيليا أنا مش هاخد نفسك، ده أنت لسه ليك استخدام ولسه ليك عمل ولسه ليك نهضة كبيرة تعملها. أنا كنت بستخدمك مع ناس عاديين، ده أنا هستخدمك مع الملوك في الوقت اللي جاي. هتمسح زي ما بيقول الكتاب، مسح في سفر الملوك أصحاح 19 يقول له ادخل وامسح حزائيل ملكا على أرام، وامسح ياهو ابن نمشي ملكا على إسرائيل، وامسح إليشع. يمسح أنبياء ويمسح ملوك ويستخدم استخدام عظيم. فعايز أقول النهاردة لو أنت يمكن تكون نمت تحت الرتمة، رتمة الفشل، رتمة الإحباط، رتمة العلاقة التي لم تكتمل، لكن الرب جاي النهاردة يقومك من الوضع اللي فيه وبيقول لك أنا مش هرمي طوبتك، لسه ليك استخدام ولسه ليك عمل. يمكن تكون سقطت من نظر الناس كلها، حتى من نظر نفسك. في واحدة في الكتاب عروس النشيد سقطت من نظر الناس كلها، تقول بني أمي جعلون نطورة الكروم، وسقطت في نظر نفسها تقول أنا سوداء، لكن العريس يرد عليها يقول لها كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة. فارجع مرة تاني صلي وخلي صلاتك تكون في المشيئة الإلهية، وصلاة كتابية وصلاة تعشم فيها في الرب على إنه أبوك. أسيس رفعت بجد بشكر الرب لأجلك جدا، وبحسب امتياز إن احنا نكون مع بعض أنا وإنت والأسيس والأخ الفاضل عماد صدقي، بس بجد بشكر الرب لأجل انه في قصوص شباب رائعين. انا عايز اقول لكم كمان القسيس رب بيستخدمه في كنيسته استخدام مجيد واستخدام رائع جدا. هو ما قاليش يقول كده صدقوني، بس بجد عايز اقول انه في رجال لله يمكن الاسماء مش معروفه ومش مشهوره، بس الرب بيستخدمه بقوه
غير عادية. أنا بشكر رب لأجلك ولأجل الكلمات الجميلة جدا 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 الرب جابها على لسانك والترنيمات الممسوحة أخويا الفاضل عماد صديق. لكن نفسي عايز أفكرك بالثلاث حاجات اللي رب كلمنا فيهم النهاردة. سر حياة هذا البطل، العبارة اللي كانت شهيرة في حياته، حياة إيليا، حي هو الرب، حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. واحد في حضرة الرب هيعرف يطيع الرب، واحد يدخل وطلع على الرب لشركة مع الله، هو واقف في حضرة الرب، هو مقدس، هو مؤهل لهذه الوقفة. عشان كده مهما الرب قال هو عنده القلب المدرب أن يطيع، عنده القلب المدرب أن يخضع. مهما كان الأمر صعب، مهما كان التكليف صعب، لو الرب بيقول لك على حاجة حتى كانت تبدو صعبة مش منطقية، صعبة عليا، صعبة على ثقافتي، قول للرب حاضر. اتأكد ان ده صوت الرب، اتأكد ان ده كلام الرب ليك، والرب لو انت مخلص هيأكد لك وهيثبت لك ان ده كلامه. بس عايز اشجعك كمان، لو نفسك في نهضة، لو مشتاق ان الرب يجي بـ 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 بعمل الهي حقيقي في حياتك الشخصية وفي بيتك وفي في جماعة المؤمنين اللي انت بتصلي وسطيهم، انا بصلي من قلبي، قول للرب رمم المذبح بتاعي يا رب، تعال رجع الشركة اللي اتقطعت مرة تاني، تستعيد النفس للحضن الحبيبي. مين اللي يعرف يرجعك تاني؟ هو موجود النهاردة معاك وانت بتسمعه، يستعيد النفس، يرجع النفس. قال له المرنم اطلب عبدك، اطلب عبد، اطلبني، رجعني، هيرجعك ما تخافش. نفس النهاردة كمان وانت بتقول له رمم المذبح، قول له كل الحاجات والحواجز اللي حطها العدو بيننا وبين بعض، والأسيس بيتكلم صدقوني قلب اتكسر على مشاهد في حياتي وفي حياة كثيرين، عارف يبعدنا، عارف مش عايز يخلينا جنب بعض، أصلا ما نتكتل جنب بعض نبقى قوة نواجه بيها على عدو. عشان كده يا حبايب ربي يوحدنا مرة تاني، لكن الحاجة التالتة نطلع بره زواتنا عشان تيجي النهضة، ونتعلم الأمر التالت، نتعلم كيف يدوب ضعفنا كمخلوقين في الخالق، في قدرة الخالق تزوب ضعفاتنا عندما نعتمد ونتكل على هذا الخالق القدير. هي دي الصلاة، هي دي الصلاة، يوم ما تيجي تعلن ضعفك وتعلن عدم كفاءتك قدام قدرة الله. حبايب أشكر رب جدا لأجل الوقت الجميل جدا اللي الرب سامح بيه نكون فيه مع بعض، مع الأسيس رفعت وأخويا عماد. عايزين وأنا بنختم الحلقة الجميلة ديت، هنستناكم بكرة، بكرة مفاجأة غير عادية، موضوع شيق جدا، موضوع مهم جدا، موضوع من الآخر كده هيفرح كل قلب حزين، كل بيت حزين بكرة هيفرح بسبب، بوعدكم بالكلام ده. تعالوا انتظرونا بكرة من 5 لـ7 على قناة الكرمة. أسيبكم مع أخويا الفاضل عماد والترنيمة الجميلة حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدام. حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي أنا عايش خدامه، حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي أنا عايش خدامه. لا أنا خايف من شيء كان ولا من مخلوق مهما كان، لا أنا خايف من شيء كان ولا من مخلوق مهما كان، ولا محتاج شيء من إنسان ده مكفيني سلامه. حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي أنا عايش خدامه، حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي أنا عايش خدامه. أنا عاكف على المكتوب ضد الطيار المقلوب، أنا عاكف على المكتوب ضد الطيار المقلوب، بشهد ليسوع المحبوب واتشارك في ألامه. حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي أنا عايش خدامه، حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه.
حي سيد الملك اللي انا عايش خدامه. انا شايف اخر المشوار جاي الفجر وجاي نهار. انا شايف اخر المشوار جاي الفجر وجاي نهار. ولحد الشر ما ينهار انا هرفع اعلامه. حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه. حي سيد الملك اللي أنا عايش خدامه. حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه. حي سيد الملك اللي أنا عايش خدامه. أنا عارف إيماني بمين ده القادر يحفظني أمين. أنا عارف إيماني بمين ده القادر يحفظني أمين. جاي وهشوفه بكل يقين زي ما وعد في كلامه. حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه. حي سيد الملك اللي أنا عايش خدامه. حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه. حي سيد الملك اللي أنا عايش. يلا مع بعض. أنا واقف أنا واقف مستني وعود تتحقق والمجد يعود. أنا واقف مستني وعود تتحقق والمجد يعود. ونقف كده صف بالعود ونعلف أنغامه. حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه. حي سيد الملك اللي أنا عايش خدامه. حي هو الرب إله اللي أنا واقف قدامه. حي سيد الملك اللي أنا عايش خدامه. أنا ليا يد قوية والعين سهران عليا. أنا ليا يد قوية والعين سهران عليا. شماله تحت رأسي ويمينه طعنتني. شماله تحت رأسي ويمينه طعنتني. ما اقدرش اعيش من غيرك يا راويني يا يسوع من خيرك. ما اقدرش اعيش من غيرك يا راويني يا يسوع من خيرك. في الجوع قلقك شبعي في الخوف بتشجعني. في الجوع قلقك شبعي في الخوف بتشجعني. ده انا ليا يد قوية والعين سهران عليا. ده انا ليا يد قوية والعين سهران عليا. شماله تحت رأسي ويمينه طعنتني. شماله تحت رأسي ويمينه طعنتني. ده انت مهول لي الغربة ومعايا في ظروف الصعبة. انت مهول لي الغربة ومعايا في ظروف الصعبة. ده انت الدواء المرضي وانت القوة لضعفي. ده انت الدواء المرضي وانت القوة. يلا اعلن معايا. ما اقدرش اعيش ما اقدرش اعيش من غيرك يا راويني